لو لقيته من ضمن الكلمات اللي هي قالتها في نص ما هي بتحكي عن اي موقف بطولي هي عملتها، قالت تقول لك على فكره انا مش قصدي اتفشخر عليكي ولا ان انا يعني اتنك عليكي، بس انا مش قصدي خالص، اعرفي ان هي مش واثقه في نفسها. دي من ضمن الدلالات اللي بيقولوا ان هذا الشخص لما بيتكلم ويبتدي بكلمه انا مش قادره، انا مش عايزه اتمنظر، انا مش قصدي اتمنظر عليكي، انا مش قصدي اتفشخر عليكي، هي مش واثقه من نفسها. كمان لما تبقى قاعد في وسط مجموعه وتلاقي واحد كده قاعد بقى، هو قاعد ريلاكس جدا، يقول لك ايه ده، ايه ده بجد، هو انتوا ما كنتوش عارفين الموضوع ده، ايه ده، لا بجد انتوا محسسين بجد ما كنتوش عارفين الموضوع ده، او البني ادم ده اول واحد مش واثق من نفسه، لان الكلمه دي ان دلت على شيء، دلت على ان هو من كتر ما هو مش واثق اصلا هو بيتمنظر ان هو فاهم. يعني هو عايز يقول لكل الناس اللي حواليه على فكره انا قاريها من زمان جدا. الشخصيات اللي زي دي واحنا بنعمل في بعض الاحيان كده، عشان ابقى انا صريحه معاكم، بس انا وانا بتكلم في الكلام ده لا انا ببقى عارفه انا قصدي ايه، بس خلاص انا خدتها في دماغي ان انا مش هكرر الكلمه دي، لان ان دلت على شيء دلت على ان انا ممكن ما يبقاش عندي عدم، او ان انا من الشخصيات اللي مش ما اكونش واثقه من نفسي، يبقى انا ممكن اموت ولا اني اكون مش واثقه من نفسي، فانا هبطل الكلمه دي لان انا بقولها لاصحابي بصراحه، بتنك عليهم. كويس، يعني كده نجحنا الحمد لله. بتنك عليهم كتير قوي. وفي حاجه برضو في الاول، لا طول الوقت انا بس انا طول الوقت انا في خناقات، يعني طول الوقت لما قرر ان انا اتخانق مع حد برضه ما هو ماشي انا بنتعلم تمام. بهزر كل شوية، حد يجرحك او يقول حاجة ويقول لك انا بهزر، انا مش بتكلم، انا مش بتكلم جد، انا بهزر. السخرية احيانا كتيرة جدا، او ان انت تقول تسخر من حد، تقول اصل انا بهزر، انت بتعكس الشيء اللي جواك، الشيء اللي جواك ده ان دل على شيء فهو مش حاجة حلوة. فما ينفعش ان احنا نحرج الناس ولا نسخر من الناس وبعدين نقول له اصل انا كنت بهزر. اكتر حاجة بتقول ان الشخص اللي قدامك مش واثق من نفسه لما يقول لك ايه، انا يعني مثلا تكونوا بتتكلموا على دايت، وكل واحدة فينا بتحكي مشكلتها مع الدايت، وانا اخدت وقت طويل ورجعت تاني، والتانية تقول لك انا شعري وقع، والتالتة تقول لك وانا انا خلاص يا جماعة انا قررت ان انا احب نفسي كده، وتطلع واحدة ايه ده بجد انتوا مش قادرين تمسكوا بقكم، على فكره الموضوع تافه جدا، على فكره الموضوع بسيط جدا. عارفه الشخصيه دي بتطلع ساعات كتيره جدا واحنا قاعدين في وسط مجموعه، هي الشخصيه دي اكتر شخصيه مش واثقه من نفسها، واكتر شخصيه بتفتي، واكتر شخصيه ممكن تكون يعني مش حابه شكلها، ولكن هي اكتر واحده تقول لك الموضوع بسيط جدا، انت كل اللي عليكي ايه يعني رجيم الميه؟ ايه يعني تقعدي اسبوع تشربي ميه بس؟ ده موضوع تافه. اهي دي اكتر واحده مش واثقه من نفسها.